خلينا ناخدهم بشويش كده. اولا دي العلبه الجديده من الريفو صح ولا هي نفسها؟ هي نفسها العلبه الجديده. لا العلبه ريفو ما غيرناش سكر العلبه اطلاقا. هو ده شكل علبه الريفو وده شكل شريط الريفو الموجود ان المريض عارفه. لكن عملنا اشكال تانية من الريفو اللي هو المريض بيحتاجها. يعني في مرضى القلب اللي بيحتاجوا سيوله في الدم او كلام من ده. عملنا لهم في تركيز من الريفو اللي هو تركيز او الاسبرين عموما يعني اللي هو ال 75 مللي جرام. فعملنا ده قرص بيتاخد عن طريق المضغ بيسموه تشوبل. طعمه حلو يعني جدا طعم البرتقال. ده يحل محل البيبي اسبرين اللي ساعات ما بنلاقيهوش. هو ده يا فندم. هو ده اللي عايش عليه زي هو ده نفسه يا فندم. هو ده نفسه. لان احنا حضرتك يعني بعد ما بنعدي ال 35 بنحتاج بيبي اسبرين. سيادتك هو ده يا فندم. هو ده يا اولاد. هو ده وده تشابل حضرتك ده. وطعمه زي طعم الاورنج كده عليه يعني مش هاخد دلوقتي. المفروض تتاخد الصبح صح؟ بتاخد بالليل يا فندم. بتاخد بالليل الجو النبي ده انا باخدها الصبح. ده راجل عليا. طب كويس استنى اما تشابل لا تدي برضو عندنا كمان شكل تاني من الريفو. طعمه كويس نايس جدا. مفيش مشكله خالص. مش حد يقول لي ان البيبي اسبرين بيتاخد بالليل نهار اسود. طبعا حضرتك في ناس زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم على الناس اللي عندها قرح او كلام من ده. فعملنا شكل جديد من الريفو اسمه ريفو 100 اللي هو البروتكت اللي هو الحمايه بتاعت القلب من الجلطات والحاجات دي. عملنا له حاجه اسمها فيلم كوتد كسوه معويه عشان يتم امتصاصه داخل بعد المعدة. يعني يعدي من المعدة وبعدين يتم امتصاصه فما ما يتأثرش بالقرحة ولا هي تتأثر. ايوه فندم. وده معمول له كسوة معوية. وعلى فكرة ده حقيقي ده يعني ده المنتج المصري الوحيد اللي بينافس منتج مهم بره. مهم بره. وطبعا السعر طبعا سعر ده احنا لسه منزلينه وده لسه نازل بقاله شهرين بس. ده مصحة لسه نازل بقاله شهرين خد نواف وزارة الصحة عليه وبعد ما اتعمل كل الإجراءات بتاعته والتحاليل وكلام من ده دون موافقة إن احنا ننزله بقالنا شهرين بس. احنا سعرنا أقل من 50% من سعر الشركة التانية. حلو قوي. يعني ده حضرتك ده 20 قرص ب 6 جنيه 75 قرش. طب يعني أنا أحسبها ماشي أوكي. أوكي. ده تطور الريفو مع ريفو تاني ده اللي اسمه ريفو مايكرو. ده جزء منه مايكرونايز. ده بيساعد يعني ايه مايكرونايز؟ ده في الفورموليشن بتاعته حضرتك بتعمل له حاجات في التصنيع بتاعه طريقه التصنيع. بيضحك هذا يعني انت هتفهمي ازاي يعني انا عامل كلام كبير من بتاع الصيادله اهو عامل كده. ده ايه شغلته طيب؟ ده بيساعد الالام المتوسطه في الام الاسنان والام الطمس عند السيدات. الالام المتوسطه الالام المتوسطه في الاسنان ده مهم. الواحد بيشتكي من كل حاجه. وطبعا مسكن برضو للصداع و برضو؟ طيب دي مجموعه عائله ده عائله الريفو. اسره اي اجزخانه عندها كل المعلومات عشان اللي ما لحقش يلقط الاسماء دلوقتي بيقول له تفريعات او انواع ريفو. اللي بتاع اللي مش عارف ايه واللي عدي بالمعدة الريفو العادي 320 ملي. وفي الريفو 75 ملي تشابل المضغ هو البيبي اسبرين. وفي الريفو مايكرونايز. وفي الريفو ال 100 انتريك كوتد اللي هو له كسوه معويه. ده لسه صنف مستحضر لسه نازل.